أنا عليهما أن تغفر لهما. وإن كان والداك يعتقدان أن إيمانك بالمسيح سيؤثر سلبيا على شخصيتك أو دراستك أو عملك أو نجاحك في الحياة، أو إن كانا يخشيان من أن يؤدي إيمانك بالمسيح إلى جلب العار عليهما أو على ديانتهما، فحاول أن تشرح لهما بلطف معنى الإيمان المسيحي. في الوقت نفسه تذكر أن محبتك لوالديك وطريقة معاملتك لهما هما أقوى دليل على التغيير الإيجابي الذي قام به يسوع في قلبك وحياتك. السؤال الثالث: كيف يمكن للآباء والأمهات أن يشجعوا أبنائهم؟ كما نعرف جميعنا فإن بعض الآباء والأمهات يحبطون أبنائهم، ويمكننا أن ندرك ذلك من خلال مراقبتنا لردود الأفعال السلبية التي يبديها الأبناء تجاه آبائهم وأمهاتهم، مثل الاستياء والغضب والإحباط والعزلة واليأس وغيرها. لذلك يجب على الآباء والأمهات أن يراعوا كيفية معاملتهم لأبنائهم، ولا سيما في حال ظهرت مثل ردود الأفعال هذه لديهم. من جهة أخرى يجب